جديد. فنحن المسلمون هويتنا هو الدين، هويتنا هو الإسلام. والناظر إلى كثير من الأمم، إلا ما أقول جميعها، تجد أن هويتهم مرتبطة بمعتقداتهم وأديانهم، ويعتزون بها شد الاعتزاز، ويرون أنها سبب في تقدمهم وفي رقيهم. وبالتالي يكون المصدر لنا نحن المسلمين في هويتنا هو ديننا، فالدين هو مصدر الهوية والانتماء لله ولرسوله ولشريعة الإسلام، كما قال الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ومن أحسن من الله صبغة، ما هي هذه الصبغة التي ينبغي أن نصطبغ بها؟ إنها شرعة الله، إنها دين الله عز وجل. هذا باختصار كيف تكتسب. أما متى تكتسب، فلا شك أن ذلك له ارتباط بتربية الناس. في مراحل التربية الأولى ينبغي أن تكون اللبنات الأساسية لموضوع الهوية. الإنسان الصغير يتخلق ويقتبس ممن رباه. إن لم تتحقق في مراحل النمو الأولى جوانب التربية الصحيحة التي تغرس القيم الفاضلة الصحيحة وتوجد الهوية الإسلامية المطلوبة، وإلا فقد يكون هناك نوع من الصعوبة بعد أن يمر على الإنسان فترة من الزمان بعيداً عن قيم وأخلاق هويته التي ينبغي أن يكون عليها. انظر مثلاً إلى فعل السلف رحمهم الله تعالى، تجد أن الصغير منهم من أبنائهم يعلم ويحفظ كتاب الله عز وجل من صغره، ولا تجد أن أحدهم في الغالب يبلغ سن 12 إلا وقد أتم حفظ القرآن الكريم، ثم يبدأ في مشوار الطلب، طلب العلم، بل قد يطلب كثير منهم قبل ذلك في الحقيقة. لماذا؟ لأن هذه هي اللبنات الأولى التي ينبغي أن تغرس فيها معاني الهوية. أما في حال الكبر فتأتي مؤثرات أخرى قد تصرف أو تضعف أو تطمس هذه الهوية، ولعل ذلك له حديث إن شاء الله. يعني هل نفهم من حديثك شيخ منصور أن الهوية تبدأ بداية يعني بولادة الإنسان استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أم أنها تكتسب من البيئة؟ لا، أما من حيث الولادة فالجميع، كل الناس، كل الخلق الحقيقة يولدون على الفطرة، والفطرة هي الدين، العبودية لله عز وجل. فلو أن إنسانا ولد في مكان لا يوجد عنده غيره من الناس، ولده أبواه وكان نصرانيين، ثم تركه وتربى وهيأ الله عز وجل له أن يعيش، فإن هذا سينشأ على الفطرة. فنحن عندئذ لا نحتاج أن نقول أننا بحاجة للهوية، فالهوية هي فطرة الله عز وجل، صبغة الله عز وجل. لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هنا تبدأ مراحل زرع الهوية أو تحقيق الهوية، التغير. نعم، يعني بعد الولادة بحسب ما يتربى عليه هذا الناشئ. ننتقل إلى الواقع أنا الموجود شيخ منصور. يعني هل هوية المجتمع الموجود، ولنقل مجتمعنا الإسلامي، مجتمعنا العربي، هناك يعني هناك نقلة في الهوية واضحة، في وجهة نظرك ما هي أسباب هذه النقلة أو التغير في هوية المجتمع؟ وطبعا قبل ذكر الأسباب لا بد أن أشير إشارة إلى أمر قد يعني يشعر بعض المشاهدين والمشاهدات قد يشعرون بنوع من البعد السلبي في الحديث فيه، وأرجو أن لا يكون هذا في الحقيقة، وأنا ألاحظه في بعض المناقشات أحيانا وبعض اللقاءات والمحاضرات، وهو أنه حينما تذكر المظاهر السلبية في خلق أو في قيمة من القيم يشعر السامع أو الرأى المشاهد بضيق، أننا دعونا نتفائل ولا نصور الواقع على أنه يعني بصورة سوداوية. أرجو أن لا يكون هذا موجودا، لأنك أنت تجاوزت الآن المظاهر إلى الأسباب. أنا بس نعم. أستأذنك شيخ، في اتصال عندنا، أخت المنتظر من نجران. أخت المنتظر من نجران، السلام عليكم. تسمعيني أخت المنتظر من نجران؟ عليكم السلام. أسمع كله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. أولا أشكركم على البرنامج، أشكركم استضافة الشيخ، وأسأل الله أن يجعل البرنامج من أفراد مثل أمة محمد. وأبغى أسأل الشيخ، أنا عندي أخت عمرها 5 سنوات، بس أبغى أعرف يعني كيف أقدر إني أحبب لها القرآن، يعني بدون ما يعني
الو 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 نعم معك يا اختي، بس لو ترفعين الصوت قليلا يا اختي. ابغى اسال، يعني انا عندي اخت عمرها 5 سنوات، وابغى يعني ابغى اسال القران، بس يعني ما اعرف كيف الطريق لمين. طيب في اضافه اخرى يا اختي؟ اتمنىكم استضافه الداعيه عبد المحسن الاحمد، واسال الله ان يحرم جهنم ويجيبكم عنا، جزاكم الله خير. طيب شكرا شكرا اخت المنتظر من نجران، شكرا. نعم فلعلي اذا ابدا بالاسباب حسب ما ذكرت الحقيقه، لانه قد يسال المشاهد والمشاهده، انتم تقولون الان الهويه فيها ضعف، فما هو اسباب الضعف؟ طيب دعونا نذكر ما هي المظاهر، فان شئت ذكرنا المظاهر او شيئا منها او ذكرنا الاسباب. نعم كما تشاء. كما انت يعني. لا احنا طيب. ممكن نذكر المظاهر ثم نعم. نعرج على الاسباب، لعل هذا في ظني قد يكون يقرب المعنى للمشاهدين. المظاهر حقيقه طالما اننا قلنا ان الهويه هي الدين وهي شريعه الله عز وجل وهي صبغه الله، فلا بد ان يكون الضعف في هذا مرتبط بالدين. لا بد ان يكون طمس الهويه مرتبط بطمس شيء من معالم الدين عياذا بالله. فإذا نظرنا إلى الدين، ما هو الدين؟ جملة من العقائد والعبادات والسلوك في الغالب، يعني تقسيم على كل حال. انظر مثلا إلى عقيدة التوحيد عند المسلمين، هل عقيدة التوحيد اليوم في واقع المسلمين هي كما أرادها يريدها الله عز وجل، كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أظن ذلك في الحقيقة. إذا نظرت إلى تعلق كثير من الناس من المسلمين، ولا أقول الأكثر لكن تعلق كثير في الحقيقة بالقبور، ببعض الشركيات، تلبسهم ببعض البدع مثلا، أليس في ذلك مخالفة لتوحيد الله عز وجل، وهو أيضا جزء وهو الركن الأصيل في الهوية؟ إذا نظرت للعبادات، هناك ضعف الحقيقة في أداء العبادات، وبودي أن لا يحكم المشاهد والمشاهدة لا يحكم على بيئة محلية صغيرة. ننظر نحن إلى العالم الإسلامي ككل، هناك من بعض بلاد المسلمين من لا تجد له حضور في المساجد، وقد رأيت هذا بنفسي في بعض البلاد الإسلامية. المسجد قد يكون فيه 100 من الصفوف، لا تجد إلا صفا واحدا، ومعظمهم إن لم أقل كلهم من كبار السن فوق سن 40. أين الشباب؟ أين الشباب؟ وأنا أستأذنك شيخ في نعم. اتصال الأخ عبد الله القحطاني من الخبر. الأخ عبد الله القحطاني. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله الخير. حياكم الله، أهلا وسهلا. اشكركم على هذا الموضوع الشيق. الله يجزاك خير. تفضل مداخلتك. احيي ضيفك الشيخ منصور العويد. جزاك الله خير. الشيخ منصور، ما هي العوامل المؤثرة على هوية الشخص؟ نعم. سؤال آخر شيخ عبد الله؟ سلامتك، بس هذا. نعم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. إذا نظرنا إلى السلوك حتى نختصر الحديث. انظر إلى السلوك مثلا. في جوانب متعددة، اللباس مثلا، وأخص المرأة، وأرجو أن الأخوات المشاهدات لا يجدن في أنفسهن يعني ضيقا من هذا الحديث، يكن متفائلات يعني، هو حوار إيجابيات يعني حوار، لكن حوار لا بد أن يكون بدليل، لا أن يكون عن هوى أو من كيسنا مثلا. لباس المرأة اليوم هل تجد أنه يتسق مع الهوية الإسلامية؟ من حيث الحشمة، من حيث العفاف، من حيث البعد عن الزينة مثلا، هل الشباب أيضا، ونخص الشباب لأنهم أكثر تعلقا بذلك، في لباسهم وزيهم في شعورهم، الشعر مثلا، لا تجد أن شيئا يعني يجد في بلاد الغرب اليوم من حيث اللباس أو الزي إلا وتجد تهافت عليه، صوالين الحلاقة تشهد بهذا. طيب ما هو السر في هذا؟ ليس لنا تميز؟ انظر مثلا المطارات، المطارات، مطارات الدول الإسلامية، وهذا بعد آخر، تأتي إلى مطارات عديد من الدول الإسلامية، أين المصلى؟ المطار يعني يأتيه في اليوم قرابة 100 أو 200 ألف أحيانا، المصلى صغير لا يتسع إلا لخمسين شخص، هل هذه هويتنا؟ يحدثني أحد الإخوة أنه زار مطار أمستردام في هولندا، فوجد فيه دار مكان صغير للصلاة للمسلمين، ومكان صغير لليهود لعبادة اليهود، ومكان كبير في الدور الثاني أشبه ما يكون بفندق 5 نجوم أو أفضل، وفيه من ألوان الأطعمة والأشربة كنيسة للنصارى.
ومن أفخر السجاد قد وضع فيه ومن الكنب حتى يقول نام فيه هو وأولاده، لم يجد فندقا فنام فيه ينتظر الطائرة. أولئك يعني أناس كفار غير مسلمين، ومع ذلك يحرصون على هويتهم. نحن المسلمون تأتي إلى مطارات لا تجد هذا في الحقيقة، الرائحة منتنة والمكان ضيق والتكييف ضعيف. ثم انظر أيضا إلى دورات المياه، إذا وجد طبعا، هذا إذا وجد وهو موجود في الغالب، لكن مصلى صغير. تنظر إلى دورات المياه مثلا، نحن المسلمون لنا يعني هوية في الطهارة. هذه الكراسي المعروفة يعني دورات المياه جلكم الله، هي من الناحية الصحية جيدة، لكن حينما يكثر عليها الناس تنتشر أمراض وتنتقل عدوى. هل لنا تميز في هذا؟ نعم. فأين دورات المياه الخاصة بالمسلمين مثلا؟ لا توجد إلا في قليل المطارات. وجدت هذا في الصين، الصين دولة وثنية، كل دورات المياه كلها قد وضعت بالإطار العربي، ما يسميه الكرسي العربي هذا. فسألتهم لماذا؟ قالوا لأن هذا ينقل أمراض. يعني أناس فكروا ورأوا أن هذا أفضل. نحن قد لا نفكر أحيانا، بسبب طمس الهوية أو ضعفها نجد أن مقاول المبنى هذا يقوم بجميع الأعمال، لا نقول له إن هويتنا تقول افعل كذا ولا تفعل كذا، صمم بحسب الطريقة الفلانية، لا، صمم بحسب ما يحصل اليوم في البلاد المتقدمة. هل هذا صحيح؟ لا شك أن في ذلك طمس وضعف الهوية. السياحة، وأختم بهذا، نحن قد انتهينا من صيف سابق. السياحة قد ارتبط في حس كثير من الناس، وللأسف الشديد، أن السياحة قد يرتبط بها لون أو ألوان من الانحراف عن شرع الله عز وجل. قد تجد شيء من الاختلاط بين الرجال والنساء، قد تجد شيء من ألوان من الموسيقى مثلا والغناء. ونحن لا نتحدث الآن بضعف، لابد أن نبرز هويتنا. من يقول هذا الأمر قد يكون مختلف، نقول لا، هذا غير صحيح. فما حرمه الله عز وجل ينبغي أن نقول هو محرم، وما أحل الله عز وجل نقول هو حلال ونأخذ به. تجد مثلا أن تعلق الناس بالصور في هذه المنتديات السياحية، طيب لماذا لا توجد عندنا سياحة بلا يعني انحراف؟ ألا يمكن هذا؟ بلى والله يمكن، حدائق ومتنزهات وشواطئ، ولدينا ولله الحمد القدرة المالية، ولدينا العقول المفكرة، ما بقي إلا التنفيذ والصدق وكذلك الأمانة في أداء هذا العمل، وأن يعني نبادر نحن وننتزع هويتنا، لا أن نكون أسرى إلى هوية غيرنا. لعل هذا يعني بحسب الوقت شيء من مظاهر الضعف في الهوية. جميل جدا شيخ منصور. أنا أودي بس ننتقل بصورة سريعة قبل أن نأخذ تقرير سريع، أريد أن إجابة مختصرة عن إجابات المتصلين قبل قليل. في عندنا الأخ عبدالله القحطاني، العوامل المؤثرة على الهوية، وأخت نجران، أخت منتظر نجران من نجران، ذكرت الهوية من الصغر. نعم. لمن عمره 6 سنوات أو كذا. نعم، لعل يعني الإجابة على الأخت أول، لأنها قبل قاعدين يتهمون النساء، يقولون أنكم أنتم يعني تظلمون المرأة أيضا. ما في مشكلة، من هويتنا يعني حفظ حقوق المرأة والعدالة، كذلك حفظ حقوق الرجل. يعني حسن الأخت السائلة جزاها الله خير تسأل، والله أعلم كأني ما سمعت جيدا، كيف تحفظ أخيها الصغير القرآن وهو عمره 5 سنوات أو 6 سنوات؟ نعم. فأنا أولا أشكر الأخت حقيقة على حرصها، وكثر الله من أمثالها، أن تكون المرأة عاقلة ذا دين تحرص على ما ينفعها وينفع أبنائها وأخوانها. أيضا ينبغي أن يكون عندنا الهمة والطموح. هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما وعن معاوية ابنهما أيضا، عثرت يوم الأيام فقالت ثكلتك أمك تقول لي معاوية، كلمة قريبة من ذلك، كلمة عند العرب. فقالت لها خادمتها أتقولين هذا لسيد قومه؟ قالت ثكلته أمه إن لم يكن سيد العرب. انظروا الطموح الذي عند هند بنت عتبة. فأنا أهب بالأخت حقيقة وكذلك الأخوات أن يحرصن على تحقيق الهوية في أولادهن ذكورا وإناثا. على كل حال لا أطيل، من أراد أن يحفظ أبنائه كتاب الله عز وجل فرأي أنه لا بد أن يلزمه بمحفظ، بشيخ أو بامرأة صالحة تحفظه تتابعه. إن كان هذا هو الأب والأم فحسن، إن لم يكن فلا بد من رقيب، لأنه ما لم يوجد المتابع فلن يحفظ القرآن بسهولة. أحد القراء الزيات كان يحفظ القرآن مع أبيه ومع نفسه، ففي يوم من الأيام لحن شديد، فقال أبوه إلى هذه الدرجة وصل الأمر، لا بد لك من شيخ، لأنه ذكر كلمة بدل أن يقولها قال زيت.
فقال إلى هذه الدرجة ثم لزمه مع شيخ. فأنا أقول نصيحتي للأخت أن تضع هذا الابن وهذا الأخ مع شيخ فاضل ثقة بحسب ما تيسر لهم، يحفظه كتاب الله عز وجل في برنامج زمني محدد، وإن لم يتيسر فلعلها تقوم بذلك وفقها الله. أما سؤال الأخ، أنا أستأذنك في سؤال الأخ عبد القحطاني نأخذه بعد الفاصل. نعم. ننتقل بكم أعزائي المشاهدين إلى مسلم جديد من جاليات رأس تنورة. فاصل قصير، كونوا معنا لنستكمل الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور منصور العويد عن الهوية، ما لها وما عليها. هذه الفقرة برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة. مشعل نور وهداية متميز، الدعوة إلى الله وتوعية الجاليات وفق الكتاب والسنة، أنشطة متميزة وبيئة عمل جذابة. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام. الركوع لصنم أو السجود لنار يعتقدها الإنسان إلها أمر يدعو للغرابة والتعجب، أليس لدى من يعتقد مثل ذلك عقل يفكر به؟ إنه اتباع العادات والتقاليد. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. حينما كنت أعبد الأصنام كانت مجرد حركات خالية من المشاعر والروح، وحينما عرفت الإسلام اعتنقته فورا، فهو دين يقبله القلب والعقل. أول كتاب قرأته كان اسمه الله، يتحدث فيه الكاتب عن التوحيد، ومباشرة أسلمت بعد قراءته. دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام. حين رجع لمنزله بث نور الحق في فؤاد زوجته وأبنائه فاعتنقوا الإسلام. روحانية عجيبة تسري في فؤاده وسؤاله لذاته دوما، أين كنت عن هذا الشعور؟ سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي. هذه الفقرة برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة. مشعل نور وهداية متميز، الدعوة إلى الله وتوعية الجاليات وفق الكتاب والسنة، أنشطة متميزة وبيئة عمل جذابة. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة. يوم جديد، يوم جديد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وعدنا معكم مع فضيلة الشيخ الدكتور منصور العويد والحديث عن الهوية. شيخ منصور، كنا قد توقفنا عند سؤال المتصل الأخ عبد الله القحطاني من الخبر حول العوامل المؤثرة على الهوية. الحقيقة الأسباب ضعف الهوية والأسباب المؤثرة يمكن أن أقسمها إلى قسمين، قسم لعله مختصر لأن الحديث عنه طويل وله بعد تاريخي، وقسم أكثر تفصيلا. أما القسم الأول أو من الأسباب فهو يتلخص في ضعف العالم الإسلامي، ضعف المسلمين في الأعصر المتأخرة، لا سيما بعد سقوط الخلافة الإسلامية وقوة الانفتاح على الغرب وتمكن أعداء الإسلام من كثير من بلاد المسلمين. قل أن يوجد بلد من بلاد المسلمين إلا وقد وقع تحت الاحتلال، يسمونه الاستعمار، هو حق ليس استعمار بل هو استدمار واحتلال. على كل حال هذا من أسبابها. ما حدث في تركيا مثال يقاس عليه في طمس الهوية، حينما يلغى الأذان بالعربية، حينما تلغى اللغة العربية، حينما تنسخ الشريعة الإسلامية ولا تلغى المحاكم الشرعية، وتغير هذا ربما حتى المسميات، تغير من مسميات عربية حتى المسميات. نعم، إذا كانت الحروف تكتب باللاتينية. فانظر مثلا إلى شعب تركيا منذ ذلك الزمن إلى اليوم، ما تزال آثاره إلى الآن. تجد أن كثيرا منهم
مما يعني قد يعني لا يعرف عند كثير من الناس أن الجاليات غير المسلمة في تركيا قليلة، النصارى قليل، اليهود أقل جدا، معظمهم مسلمون. ومن نظر أحيانا إلى بعض مظاهر الحياة عندهم يظن أن هؤلاء غير مسلمين، لا يعرفون تماما ما هو الدين، وإذا حدثت أحدا منهم عن شيء منه تجد أنك تحدث عن أشياء غرائب. نعم في جوانب أخرى هناك صحوة وسلفية أيضا في بعض البلاد، لكن في المدن الكبيرة والحواضر هذا فيه غياب. هذا من أسباب ضعف الهوية ابتداء، وأثر ذلك على العالم الإسلامي. لكن هناك في الحقيقة أسباب لعلها يعني عملية تفيد المشاهد والمشاهدة. من أهم أسباب طمس الهوية أو ضعفها أو تأثير سلبي فيها هو ضعف التربية الدينية الإيمانية. هذا أمر مشاهد في العالم الإسلامي، ضعف التربية الدينية. لا ترى أن الآباء والأمهات يولون تربية أبنائهم وبناتهم تربية يولونها أهمية، التربية الدينية الإيمانية لا يولونها تلك الأهمية، ويعتمدون على أن المدارس تربي، وهذا غير صحيح. المدرسة قد لا تربي التربية الصحيحة لأسباب كثيرة، ضعف المعلم، كثرة الطلاب، ضعف البيئة التعليمية المطلوبة، وهذا له يعني كلام آخر. فأين دور الأب؟ أين دور الأم؟ هذا من أهم الأسباب. مقابل هذا الضعف في التربية وجود وسائل هدم وطمس وتشويه الهوية، كما تلاحظ الآن كثير من منافذ الإعلام لا شك أنها فيها من الهدم أكثر من البناء، وهذا لعل أنتم في قناتكم المباركة تعرفون ذلك وتدركون هذا. ويعني قد سمعنا وقرأنا كثيرا تقارير عن قنوات العالم الإسلامي وكم من البرامج التي فيها هدم للقيم أو فيها بناء للقيم. أيضا من الأسباب الانبهار الشديد الذي يوجد لدى أبناء الجيل وبنات الجيل للطرف الأقوى، وهم في الغالب اليوم الحضارة الغربية. هذا الانبهار يولد ضعف وتضاءل. أيضا قوة المؤثر وضعف المتأثر. المؤثر قوي في الحقيقة، الإعلام قوي، والإعلام بيد الغرب شئنا ما بينا، هي صنعتهم، فهم مؤثرون وأقوياء في ذلك. كم يضخ من الأفلام السيئة، كم يضخ من المسلسلات، كم يضخ من البرامج، كم يضخ من المجلات. يصدر من أمريكا في عام 98 ميلادي، من أمريكا فقط يصدر للعالم في كل شهر 8000 مجلة، 8000 مجلة كلها تتعلق بالأخلاق الهابطة والرذائل، 8000 مجلة. وإذن ما بالك بغيرها. في البرازيل لوحدها، 85% من المواقع السيئة الإباحية توجد فيها في البرازيل. إذن ماذا تظن أن يقع لأبناء المسلمين وهم الآن يطالبون بأن يعملوا في هذه التقنية الحديثة، لكنهم قد يتعرضون لآفات من خلالها؟ أنا دعني شيخ منصور أقف معك في قضية جيل الشباب تحديدا، الذي يعني ربما يصب عليه الحديث أكثر من غيره. هذا الجيل، ألا ترى أن أحد الأسباب الرئيسية هو انعدام القدوة عندهم، بحيث أنهم لم يجدوا قدوة أمامهم يستطيعوا أن يقتدوا بها، فاضطروا إلى تقليد نماذج ربما هم يرون أنها تناسبهم، تناسب بيولهم، تناسب شخصياتهم؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني قضية يعني الجانب الإيجابي أيضا من شبابنا. يعني ربما يفهم المشاهد أو السامع لهذا الحديث أن يعني نحن ننظر بصورة سوداوية، بصورة غير إيجابية، لكن احنا نريد أن نوازن ما بين الجانبين. يعني أولا قضية القدوة وجودها من عدمها، الجانب الآخر يعني ألا توجد نماذج مشرقة لتجديد الهوية الإسلامية عند الشباب؟ يعني هذان سببان لهم ارتباط ببعضهم البعض. أما من حيث القدوة، قد لا أوافق كثيرا على أن القدوات غير موجودة تمام، أو يعني فيها ضعف كبير. فيها ضعف نعم قدوات، لكنها نخبوية في الحقيقة. فيما نحن فيه الآن لا أظن أن القدوات قليلة، قد لا يخالفني غيري نعم، لكن من حيث النخبوية نعم. يعني مثلا على مستوى العلماء وطلاب العلم الربانيون الذين يراد منهم تغيير الأمة ومقارعة الباطل وأهله، فيه ضعف واضح. هنا نقول هناك ضعف، هذا ضعف نخبوي الحقيقة. لكن من حيث التأثر بما عليه الآن غير المسلمين، وبالتالي نحن قد نجتر ما هم فيه ونلوك ألسنتنا بما يفعلون، هذا بالحق في قدوات، يوجد قدوات. إذا نظرت مثلا إلى المدارس، هناك معلمون أخيار
صلح. إذا نظرت إلى المساجد، الخطبة الآن يعني كثر حقيقة، فيهم خير. ويعني أذكر على سبيل المثال، ولعل يعني أنا عشت في هذه المنطقة، كنا قديما نتتبع خطيبا نصلي عنده حتى نسمع عنده فائدة، وتجد أن الناس كنا شباب في الجامعات نبحث أين نصلي، عند فلان، ونذهب إلى الدمام نصلي عند فلان. أما اليوم ومن سنوات ليست بالقريبة، تجد أن عدد الخطباء الذين يمكن أن يؤمهم الإنسان لا أبالغ، قلت بالعشرات في منطقة الخبر، بالعشرات، وأنا عند يعني من أراد التحدي فيوجد بالعشرات، فهم فيهم خير. لكن لأن المجتمع ارتقى فهم يريدون قدوات أعلى من هذا. استعلمك شيخ في اتصال لك عبد الرحمن الخبر، تفضل. السلام عليكم. لك عبد الرحمن الخبر. أي نعم، عبد الرحمن فتاح معك. ترفع صوتك أخوي عبد الرحمن الخبر، حياك الله. هلا، السلام عليكم. على الصوت أخوي عبد الرحمن لو ترفع، بارك الله فيك، لو ترفع صوتك الله يسلمك. ألو، الآن كويس؟ ألو ألو، السلام عليكم. الصوت غير واضح أخوي عبد الرحمن، لو ترفع صوتك بارك الله فيك. الآن أي نعم، جيد، تفضل، حياك الله أخوي عبد الرحمن من الخبر، تفضل. معك عبد الرحمن البدان. حياك الله أخوي، أهلا بالأخ. الله يحييك. تفضل. الصوت أخوي عبد الرحمن لو ترفع صوتك وتكلمنا من الهاتف مباشرة. نشكر لك عبد الرحمن من الخبر، يبدو لي في مشكلة في الصوت، نعاود إن شاء الله تعالى الاتصال بعد قليل. تفضل شيخ منصور. أقول هناك قدوات في الحقيقة فيما نحن بصدده، لكنها قليلة. نعم، ونرجو ونسأل الله عز وجل أن يبارك في يعني أبناء المسلمين وبنات المسلمين، كذلك أن يوجد فيهم قدوات لإخوانهم وأخواتهم. لكن الذي يظهر لي أن السبب الآخر ذكرني به النماذج المشرقة. نعم، يعني نحن الآن مثلا، ولعلي يعطيك يعني نموذج شيخ منصور حتى بالمثال يتضح المقال. النماذج التي رأيناها في ثورات الربيع العربي وغيره، ربما يكونون شخوصهم وهيئاتهم بلباسهم بقصات شعورهم على شيء معين، وهم في الواقع يعني نراهم أنهم يحملون هدف، يحملون هم، يحملون هوية. يعني هذه الصورة التي ربما يراها الإنسان فيها تناقض، كيف نقرأها؟ ألا تعد نماذج مشرقة ممكن تكون للأمة في المستقبل؟ بلى، الحقيقة هذا يؤكد أيضا مرة ثانية ما قلت. انظر إلى تونس مثلا، حينما قامت فيها هذه الثورة، أين القدوات فيها؟ هناك ضعف في الحقيقة واضح، بسبب أن الهوية الإسلامية لا شك لا تعرضت لطمس وتشويه لا يخفى. انظر بالمقابل إلى مصر لما قامت الثورة فيها، كيف كان فعل الصالحين؟ كيف كان فعل العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل؟ كانوا لا شك يعني نستأذنك نجوم. في الشاشة هذه صورة كما تفضل شيخ منصور، هذه من تونس. نعم، نعم، واصل تعليقنا مع هذه الصورة. نعم، لا شك أن يعني مثل هذه الصورة معبرة عن شيء من ذلك. حينما ترى أناس قد يكون سيماهم فيهم بعض الخير، لا شك هذا دليل على أن هؤلاء قدوات ونماذج طيبة لإخوانهم. هذا نموذج في مصر. نعم، في تونس حقيقة قد لا يكون هذا معبر كثيرا، يعني شاب يقذف الشرطة بالحجارة يعني لا شك، لكن حينما تراهم في ميدان التحرير مثلا، بعضهم يجلس ويجمع المفقودات من كبار السن، يقول من فقد هاتفا جوالا يأتيني، من فقد ساعة، هذه أمانة، أمانة في الحقيقة، قدوة للناس. نموذج. نعم، حينما ترى بعض الصالحين يؤذن ويقيم الصلاة ويأتي بالماء، حينما يأتي أعرف إنسانا شخصيا يقول كنت أصنع مع أهلي السندويشات وأحضرها لهم وأعطيهم يوميا بالمئات، كله من عنده، ما أحد طلب منه. لا شك أن هذه قدوات يعني يحسن بنا أن نذكرها، لكن هذا يؤكد مرة أخرى أن الهجمة التي تعرضت لها الهوية الإسلامية شديدة، وإلا فالناس فيهم خير. انظر إلى تونس الآن، لعلي رأيت ولعلك رأيت مثلي صورة لعيد الفطر في تونس، أمر حقيقة يدعو إلى العجب، ونحمد الله عز وجل عليه. والله بعض الإخوة يقول حينما رأيت هذا المنظر سجدت لله شكرا، أن الناس والنساء في تونس كلهم منقبات، لا ترى منهن إلا قليل محجبات، فلا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل، ودليل على أن الناس إذا عرفوا الخير لعلهم يقبلونه. فأقول القدوات إن شاء الله موجودة وإن كان فيها ضعف بلا شك. لعل يعني من أسباب أيضا
ضعف الهوية الهوى والشهوات، وهذه ليست جديدة قديمة، يعني قول الشاعر إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي، وهذا من قديم الزمان يتعرض له الناس. لكني أشير إلى أمر أخير وأختم به في الأسباب، أن هناك نوع انكسار حقيقة لدى الجيل شبابا وشابات، هناك نوع من الانكسار أمام يعني أعداء الإسلام، هناك نوع من التمييع والضعف، وأنا أقول هذا في الحق لا ينبغي، ينبغي أن يكون هناك عندنا عزة اعتزاز، الشاب يعتز بدينه، المرأة تعتز بلباسها بحشمتها. وأدخل هنا إلى قضية النماذج المشرفة المشرفة والمشرقة، ولعل الحديث يجر بعضه بعضا. حقيقة يعجبني إخواننا الباكستانيون حقيقة. تقول لماذا؟ حيثما حل في أي بلد من بلدان العالم تجد أن لباسه كما يعرف عندنا بالبنجابي موجود، لا يتأثر، يأتي في أكثر أكبر مكان في الحديقة ويؤذن في كل مكان ملاحظة، ويؤذن ثم يصلي، بل الناس كلهم مندهشون. طيب لماذا لا يكون عندنا تلك العزة؟ أذكر أنني كنت يوم الأيام في الصين، وحان وقت الصلاة نجمع بين الظهر والعصر، وكنا في سوق في معرض، فقال لي أحد الأخوان الذين معي كيف نصلي؟ فتأملنا ثم يسر الله عز وجل يحدث أحد المطاعم الراقية ونأخذ الصالة التي عندهم داخلية صالة فخمة، وشرحنا لهم بما تيسر أننا في ديننا نصلي وهم لا يفهمون، ففهموا وقالوا لا بأس، ففتحوا لنا وصلينا. فحينما اصطففنا للصلاة دعا مدير المطعم كل العاملين يقول انظروا تعالوا انظروا شوفوا، يعني في منظر غريب، وكانوا ينظرون بدهشة وبعضهم بإعجاب وبعضهم يقول ممكن أن نصور، قلنا لا تصورون. ثم شرحنا لهم ما معنى الصلاة وما هي الصلاة وما حقيقتها، فبعضهم انبهر حقيقة، بعضهم انبهر. يوم من الأيام كنت في مكان يعني سياحي كما يقال، وكان هناك يعني مجموعة من الناس منهم المسلم ومنهم غير المسلم، سبحان الله وكأن البيئة التي نحن فيها لا يوجد بها مسلمون. ثم قدر الله عز وجل أن قلت لأحد الأخوان قلت لما لا نصلي، قال نعم، فكان الأذان ثم أقمنا الصلاة، وإذا بنا يأتي من كل مكان من يصلي سبحان، وكلهم شكروا وتأثروا، حتى أحدهم أتى وعانقني عناق شديد، لا أدري لماذا، إلا لأنه يشعر أنه ما بادرت، لعلك أنت بادرت. طيب لماذا لا نبادر؟ أقول هذه من النماذج المشرفة. أما أنا أستأذنك نعم. شيخ الحديث معك حقيقة ماتع نعم. جدا، ولكن حقيقة ضاق معنا الوقت نعم. شيخ منصور، ولعل إن شاء الله يكون هناك متسع من الوقت للقاءات أخرى. أسأل الله عز وجل وقت للتحدث يعني. الله يجزاك خير، أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لكل خير. باسمكم جميعا نشكر الشيخ منصور بن حمد العويد إمام وخطيب جامع الزامل بحي الراكة بالخبر، شاكرين له تواجده معنا في حديث ماتع عن الهوية الإسلامية. فاصل قصير ونعود معكم مع ضيفنا القارئ أنس العلي، فابقوا معنا وكونوا قريبين منا. يوم جديد يوم جديد يوم جديد يوم جديد. جزاك الله خير شيخ منصور، ما قصرت الله يثيبك.
شلونك شيخنا؟ طيب، سعيدين بلقائك. يوم جديد، يوم جديد. هذا البرنامج برعاية توليب إن سي فيو. الخبر راحة لا متناهية، راحة لا متناهية. خدمات فاخرة، خدمات فاخرة. توليب إن سي فيو. الخبر من الخبر إلى البحر. يوم جديد، يوم جديد. هذه الفقرة برعاية أخوكم في الله علي إبراهيم الحسن، أدرس في جامع عثمان بن عفان على يد الشيخ محمد دياب، وأحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ينشأ طفل تحفه الشواغل ورفاق السوء، وطفل آخر تزفه بركات القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أنا ولي أمر الطالبين علي وسفيان إبراهيم الحسن. والفارق تلمسه في الكبر، حين يقوم الأب باصطحاب ابنه لحلقة تحفيظ القرآن يعلم أنه يدخر رجلا يقف معه حين تفجأه الحوادث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله سبحانه وتعالى يسر على علي حفظ 10 أجزاء، وكذلك يسر على سفيان حفظ 3 أجزاء. فأسأله سبحانه وتعالى أن يديم ويتم عليه وأن يكمل حفظ القرآن الكريم. أوجه كلمة يسيرة إلى جميع إخواني أولياء الأمور بأن يحرصوا كل الحرص إلى حث أبنائهم وتوجيههم إلى حلقات القرآن الكريم، لما فيها نفع وفيها إثراء لعلمهم وكذلك حسن نطقهم. أضف إلى ذلك أوجه كلمة يسيرة إلى إخواني الداعمين بأن يتوجهوا بأموالهم، أن يتوجهوا بأموالهم إلى هذه الجمعيات، وأن يكونوا خير عون لها، والله ولي التوفيق. القرآن بركة في الصغر ونور طوال الحياة. المجلس الوقفي تم تأسيسه على يد نخبة من تجار ومشايخ المنطقة ليدير أوقاف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية. رؤيتنا تحقيق الاكتفاء الذاتي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية. رسالتنا الابتكار والمهنية في إدارة واستثمار الأوقاف. أهدافنا إدارة أعيان الأوقاف وتنميتها وفق شروط الواقفين وبما يتماشى مع أرقى المعايير المهنية. يوم جديد، عدنا معكم أعزائي المشاهدين ونجدد الترحيب بكم وبضيفنا القارئ الأخ أنس العلي، صلى الله عز وجل أن يجزي له الأجر المثوب على تواجده معنا. الشيخ أنس العلي إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب بحي المزروعية بالدمام. حياك الله شيخ، وسعداء بوجودك معنا. الله يجزاكم خير، وأنا أسعد جدا بهذا اللقاء الماتع في قناتنا الحبيبة والعزيزة على قلوبنا، قناة المجد. فصباح إن شاء الله خير على الجميع، وإن شاء الله يكلل بكل فائدة واستفادة بإذن الله عز وجل. الله يجزاك خير. شيخنا، الإمامة، حديثنا
إمام المسجد الإمامة ما لها وما عليها. نعم. كيف يعني تراها وكيف يراها الناس؟ هل هي مسؤولية أم أنها وظيفة؟ في الحقيقة لا شك أن الإمامة هي مسؤولية، وتنبع هذه المسؤولية أن قدوة الأئمة كلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان إماما للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن هنا نبعت مسؤولية الإمامة على الأئمة، وهي أمانة عريضة ومسؤولية جسيمة، ولكن الله عز وجل ييسرها لمن يشاء من عباده فتسهل المهمة، وإلا فهي مهمة عظيمة وأمانة كبيرة ومسؤولية لا شك أنها مسؤولية ليست بالسهلة. لك أن تتخيل أخي أسعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكون للناس إماما حتى لو كانوا ثلاثة، حتى لو كانوا ثلاثة، ففي الحديث إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وليتقدمهم أقرأهم، فهذا يدل على أهمية الإمامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الصحابة يمنة ويسرى في السرايا والغزوات يؤمر عليهم أحدهم، وعندما يأتيه أحد من الناس يتعلم ثم يرجع إلى قريته يجعل لهم إماما يأمهم، حتى يعني يوجد بعض الصحابة من كانوا صغارا ومع ذلك قدموا للإمامة بسبب أنهم يعني من الذين يحسنون قراءة كتاب الله عز وجل. فلا شك أنها أمانة وما زالت أمانة إلى هذه الأيام، فهي أمانة منذ أن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فهذه صلاتي فأتموا بي وصلوا كما رأيتموني أصلي. فلا شك أيضا أنها يعني أمانة عظيمة، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يسهل علينا معاشر الأئمة والخطباء هذه المسؤولية العظيمة، وأن يجعلنا من يقوم بها حق القيام بإذن الله عز وجل. في وجهة نظرك شيخ أنس، يعني لماذا تراجع دور الإمامة في الفترة الأخيرة، وكيف يرى الناس إمام المسجد الآن؟ يعني أزعم أنا أن الإمامة ما زال دورها موجود، وأنا شخصيا ألتمس وأتلمس هذا الأثر ماثلا أمامي. الناس بلا شك يعجبني فيهم تقديرهم لأئمتهم، تقديرهم لخطبائهم، تجد منهم الحفاوة، تجد منهم النصيحة، تجد منهم التأثر، تجد منهم تقديم الخدمات التي يستطيعون على تقديمها لإمام المسجد وخطيب المسجد. فألتمس وألمس جدا أن الإمامة ما زال أثرها موجود، ولو كان خف بعض الشيء، لأن كما لا يخفى على شريف علمك أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد هو الانطلاقة لكل شيء، ففيه يعني تجيش الجوش، وفيه توزع الصدقات، وفيه حلقات العلم، المسجد كان هو مجمع ومنار. تراجع دور المسجد نوعا ما، وليس يعني كما تعرف القلوب لها إدبار وأقبال، ولكن لا شك أن دور الإمامة ما زال موجودا ومؤثرا، وأعطيك دليلا. لعلك تذكر لو رجعنا إلى الوراء قليلا، حينما يعني حدثت بعض فتنة المظاهرات وأشاع من أشاع إلى الخروج للمظاهرات، لك أن تلمس لما أصدرت هذه القيادة الكريمة ووزارة الأوقاف مشكورة مأجورة إلى جميع الأئمة والخطباء أنهم يتكلمون في حكم المظاهرات. صراحة الشعب أبهر الجميع، وخصوصا نحن كأئمة لما تكلمنا في هذا الموضوع وجدنا أن الشعب يستمع لعلمائه ولأئمته ولخطباء الجوامع، وهذا من فضل الله عز وجل، ولا شك أن دور الإمامة ما زال موجودا ومستمرا إلى الآن. أنا يعني أنتقل، وكلامك جميل جدا شيخ أنس. أنا أقول دور الإمام الآن، نعم، من المفترض عليه، قديما كان إمام الجامع كان قدوة، كان مواظبا، كان لا يخلو مسجده من الكلمات والدروس العلمية، وكان حتى مصلحا حتى بين جماعة المسجد أنفسهم، كان يؤدي أكثر من دور. يعني هذه الأدوار أنا حقيقة، وهذه وجهة نظر شخصية ورأيتها ولمستها، كلامك جميل في شقه السابق، لكن هناك أمة يعني لاحظت نوع من التغيب وعدم تواجد، يصلي ثم ينصرف
وهذا دوره، يعتقد أن دوره دور يعني أصلا تمر يا أخي على لوحات قديمة في المسجد ربما ما غيرت أصلا. طيب مصلى نساء من قبل رمضان يوضع وإلى أن ينتهي شوال ما أزيل، صيانة المسجد، النظافة، هذه غير موجودة. ألا ترى أن هذا الدور تغير الآن تغير تام؟ ما هي الأسباب؟ والله لا شك أن نلمس بعض هذه المظاهر التي للأسف يعني لا تليق بأئمة المساجد والخطباء. أنت أيها الخطيب أو أيها الإمام لما تقلدت هذا المنصب، أنت تقلدته لأن الله عز وجل هيأ لك هذا المكان، مكان منبر تدعو فيه الناس، تعلمهم الخير، توجههم للخير. فإذا قصر الإمام في جماعة مسجده لا يقدم لهم كلمات، لا يقدم لهم دروس، لا يستجلب لهم من ينصحهم ويكلمهم، فأرى والله أعلم أنه قد قصر في هذا الجانب. لكن إن شاء الله وأتمنى أن لا يكون هذا هو الأعم الأغلب، وإلا في أئمتنا وفي مشائخنا وخطبائنا خير وحرص على المساجد. وأرى والله أعلم أن هذا يرجع إلى حب الإمام لمكانه، لإمامته. إذا أحب الإمام الإمامة وشعر أنه يؤدي دور، وأنت مسكت ثغر من ثغور الإسلام، مسكت يعني مكان توجه فيه الناس. تخيل في خطبة الجمعة عندك 3000 أو 4000، بعض المساجد تتسع لخمسة آلاف، كلهم يستمعون لك، ينصتون لكل كلمة وحرف تقوله. فإذا فرطت في هذا المكان لا شك أن هذا تقصير، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن تقصيرنا وعن الأئمة الذين يقصرون في هذا الجانب. أرى بعض أنا أستأذنك في اتصال، كلام جميل إن شاء الله متواصل. اتصال من الأخ خالد الحربي من القصيم. الأخ خالد الحربي، أعتذر، يبدو لي أن في إشكالية في الاتصال. نعود شيخ على موضوع قضية عدم تجاوب الأئمة مع مبدأ أو دور الإمام داخل المسجد. لعله بعض الأئمة يشعر بنوع من الإحباط، يتقلد منصب الإمام أو منصب الخطابة فيشعر أنه ماذا يمكن أن يقدم، وهذا شعور سلبي يأتي إلى يعني كثير من الأئمة، أني يعني لن أحضر شيئا أكثر من غيري، لن آتي بجديد، ونحوها من وساوس الشيطان. لكن الله عز وجل يبارك في العمل اليسير. أيها الإمام، أيها الخطيب، إخواني الأئمة والخطباء، أئمة الجوامع، اجتهد ولو بالشيء اليسير، قدم لجماعة مسجدك ولو شيئا يسيرا. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأنا أيضا لا أنسى أن أئمة الجوامع والخطباء يختلفون، منهم العالم الذي متمكن في علمه، ومنهم الطبيب، ومنهم المهندس، بعض الأئمة مهندسين وبعضهم يعني دكاترة في المستشفيات، فهم يختلفون الأئمة. لكن لا يعني لا الإمام يترك العمل بحجة أنه لا يمكن أن يقدم جديدا. أنا رأيت بعض المساجد عمل يسير، حتى بعض اللوحات مكتوبة بخط اليد، لكن يا أخي سبحان الله تجد في المسجد هذا بركة، الجماعة متآلفين، متحابين، لهم جلسة في يوم من الأيام، يتقهون مع بعض، يشربون شاي مع بعض، يأخذون سواليف بعض، فهذا يا أخي تشعر المسجد حي. يعني لو سألتك شيخ، من يحيي المسجد؟ من يحيي المسجد؟ الإمام أم جماعة المسجد؟ مشترك، الإمام ثم مساعده الأيمن ووزيره المؤذن. لابد لما يتعاون الإمام مع المؤذن ومع جماعة المسجد يحيى المسجد. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، أحيانا يقول يعني المؤذن يكون من غير الجنسية السعودية مثلا، طيب ويتكئ، أقول أحيانا يعني يتكئ عليه الإمام في بعض الصلوات وفي بعض الفروض، والناس ينتظرون أن يصلي بهم إمامهم، فيتفاجؤون أن هذا المؤذن الذي ربما هو يكون عليه أكثر من عبء داخل المسجد، صحيح، هو عامل نظافة، هو ربما يكون يعني ممن حارس المسجد، وقس على ذلك، وهو أيضا المؤذن، وهو أيضا يقوم بدور الإمام. يعني ألا تشعر أن هذه تعطي ردة فعل أيضا سلبية إذا كان مثل ما تفضلت هذا الوزير الذي يتكئ عليه كثيرا، يعني يعطي ردة فعل سلبية تجاه جماعة المسجد؟ يعني وين إمامنا؟ بلا شك هذا حق لجماعة المسجد أنهم يطالبون أن يأمهم إمامهم، وإلا فلماذا اختاروه ولماذا رشحوه؟ لأن كما تعرف لماذا وافقوا عليه؟ أحسنت،
أخي أسعد، لا يأتي إمام ويتقدم من تلقاء نفسه. لما يتقدم للناس كما تعرف النظام لدينا أنه يعني وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة تجعل الناس يجربون الإمام قرابة تقريبا شهر، لا يعين ولا يرسم في المسجد إلا بعد أن يوقع له جماعة المسجد، لأنك كما لا يخفى على شريف علمك والمشاهدين الكرام أنه لا يستطيع الإمام أن يؤم الناس وهم له كارهون، فكيف يؤمهم؟ ولكن يعني الاتكاء طبعا على مؤذن من جنسية أخرى لا شك أنه تقصير من الإمام، ولا يليق بإمام مسجد هو قدوة للناس وهو معلم للخير ويعلم الناس على النظام ويعلم الناس يعني على 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 تحمل المسؤولية. بعض الأئمة أو الناس منهم من يكون وزير يصلي معك، منهم من يكون مسؤول مدير في دائرة، مدير في مدرسة، فإذا جئت تتكلم عن الأمانة وتتكلم عن تحمل المسؤولية وأنت أيها الإمام مقصر، فهي لا يكون لكلامك أي يعني فائدة ولا تأثير في الناس، لأنهم يرون أن إمامهم مقصر في هذا الجانب. حسن، بين الإطالة والتخفيف، نعم، كيف نقرأ هذا المشهد في مساجدنا؟ هذا المشهد جدا طبعا يتكرر كثيرا، بل وتدور عليه أحيانا النكت يمكن. والله جدا جدا، جماعة المسجد في يعني تقديري الشخصي أرى أن الإمام لابد أن يكون له فقه الإمامة. أستأذنك في اتصال شيخنا. تفضل. اتصال من أم عبد الرحمن من مكة المكرمة، تفضل يا أختي مع عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. عندي مشاركة بسيطة، وهي بس لو بس يا أختي أن يكون لها الدور الفعال في كل شيء، لا يكون فقط مصلى على حدة، بل يكون مكانا لتوزيع الصدقات أو غيره. فأذكر في العيد قامت زوجة الإمام مع مجموعة من المحسنات بتغليف 700 هدية تم توزيعها على أطفال المصلين يوم العيد، طبعا بتمويل من التجار والمحسنين، فصار الناس يحبون المسجد والأطفال والشباب، ونحاول قدر المستطاع في إدخال التقنية في البرامج ومواكبة الأحداث، لأن الشباب اليوم يحبون المواضيع التي تهمهم. وسؤال بس للشيخ، الله يجزاكم خير يا شيخ، أنا حفظت القرآن منذ 3 سنوات وأحاول بأي طريقة أثبته، لأني أنا متزوجة وعندي أطفال ولا أستطيع أن يعني أداوم بشكل يومي، لدرجة يعني اشتريت مذكرة الحفظ اليومي، ولكن يعني أبكي أحيانا عندما أسمع القرآن ولا أعرف في أي سورة أبكي. فأفضل طريقة تشوفها لنا يا شيخ، خصوصا مع انشغالنا نحن كأمهات، والله يجزاك بالخير. وسامعني جزاك الله خير يا أختي عبد الرحمن، شاكرين اتصالك وتواصلك من مكة، شكرا. نستأنف حديثنا في الجزئية الأخيرة ثم ننتقل لما ذكرته الأخت عبد الرحمن من مكة. أرى والله أعلم أن الإمام لابد أن يكون عنده فقه الإمامة، يتلمس حاجات جماعة المسجد. جماعات المسجد يختلفون، قد يكون بعض الناس يرى من جماعة المسجد أيضا يحبون الإطالة ويرغبون فيها، فإمام المسجد هنا لو أطال ليس عليه حرج، لكن يوجد بعض الناس أصحاب أعمال أصحاب انشغالات، فيأمهم أحد الأئمة الأفاضل ثم يطيل فيهم ويرى أن هذا هو السنة ويطبق فيهم السنة فينفرهم من حيث هو يريد الإصلاح، هو يريد الإصلاح ثم هو يرتكب الإطالة. لذلك أرى والله أعلم أن الإمام هو أعرف الناس بحاجة جماعته، ولا يضر الإمام أبدا ولا ينقص من قدره حتى لو كان من أكثر الناس حفظا وإتقانا أن يقرأ بقصار المفصل أو في الصلوات، يعني يتخذ له منهجا ييسر على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف قال وإن منكم منفرين. فلا ماذا يكسب الإمام، ماذا يكسب الإمام إذا نفر الناس من حوله بإطالته؟ ما يكسب، لا يخسر جماعة المسجد ويخسر يعني مواظبتهم على حضور المسجد بسبب أنه يطيل فيهم. فأرى والله أعلم أن هذا الأمر يرجع إلى الإمام، ينظر في جماعة مسجده، يتأمل أحوالهم، إن كانوا يطيقون الإطالة فيطيل بهم، إن كان يرى أنهم أصحاب مثلا، يعني أعطيك مثلا، إمام يصلي في السوق
عندها أصحاب المحلات والتجار يصلون معه فيأتي ويطيل فيهم، هذا بلا شك أنه ارتكب يعني خطأ وأخر الناس عن أعمالهم، وبالتالي سبب لهم نفورا من الدين، والدين يسر وسهولة، وأخر حتى المشترين والعامة يعني. أخر المشترين والعامة، في ذلك فالإمام هو يعني يتابع هذه النقطة ويحكم على جماعة المسلمين. أحسنت. نعود إلى سؤال الأخت عبد الرحمن مكة. نعم. أنا سمعت سؤالها. أولا هي علقت على دور المسجد، ليس فقط أو دور الإمام، يعني ليس فقط الصلاة والإمامة وكذا، يعني يجب أن يكون دورها أوسع من توزيع الصدقات، مساعدة المحتاجين، إدخال أحيانا زوجة الإمام في أيضا يعني مشاريع المسجد أحيانا في القطاع النسائي، رأيك في هذا؟ هذا بلا شك يعني اقتراح جميل، والإمام لما يكون يعني يدخل، لكن تعرف الآن بالنسبة لموضوع الصدقات الدولة يعني وفقها الله قننت هذا الأمر، ويعني دلت الناس والأئمة على توجيه الناس للجمعيات الخيرية وهي كثيرة الآن، فيعني أصبح دور الإمام في قضية الصدقات قليلا، ما عدا لو أن الإمام يتلمس حاجات جماعة مسجده، فيعرف مثلا فلان من الناس الصاحب عيال فقير نوعا ما لا يستطيع على أداء الأجار، فيدل أصحاب الموسرين من أهل المسجد وغيرهم على هذا الشخص لكي يعني يتبرعوا له ويتصدقوا. أما بالنسبة للبرامج النسائية فيعني أسأل الله عز وجل أن يوفق أخواتنا من النساء، فيوجد أنا في مسجدي يعني والله الحمد لم يكن بجهد مني ولا بتعب، ولكن يوجد ثلة من الأخوات الأفاضل أسأل الله عز وجل أن لا يحرمهم الأجر، تبرعوا في يعني عمل أنشطة نسائية، فيعني عملوا أنشطة جميلة ورائعة جدا، مثلا في رمضان كان لديهم حفظ للخادمات، وكرموا بعضا من الخادمات اللاتي حفظن في بيوتهن شيئا من جزء عمه، ويعني أكرموهم، وهذا كان في رمضان، كان لديهم كل تقريبا أسبوع كلمتين أو محاضرتين لأخواتنا الداعيات، فجهدهم مشكور وله أثر ملموس على الأخوات، والحضور حتى في المسجد كثير من النساء يأتين ليستمعن إلى تلك المحاضرات، فأسأل الله عز وجل لا يحرمهم الأجر، ولا شك أن المشاركة الدعوية للنساء لا تقل أهمية عن الكلمات التي توجه للرجال، لا شك أنها لا تقل أهمية. أشكرك شيخنا الشيخ أنس، وأستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين في أن ننتقل إلى فاصل قصير للاستشارات الأسرية ثم نعود، فابقوا معنا. يوم جديد يوم جديد. ساهم في وقف الأسرة بسهم لك ولوالديك ولمن تحب، قيمة السهم 100 ريال. وئام الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة أيها الأخوات، خلق عظيم يغفل عنه كثير من الناس، ولو استطعت أن أقول إنه ترياق، يعني أفضل دواء للحياة الزوجية، فلست مبالغا. هذا الخلق بالمناسبة جعل الله عليه الأجر بلا حساب، يعني الأعمال والأجر على قدر عملك، كم تعمل تؤجر. في هذا الخلق ليس له حد. لماذا؟ لأنه عظيم الأثر، عظيم النفع، آثاره تصل للآخرين ولا تقف على نفسك. يعني يعبر العلماء يقولون في عبادات قاصرة وفي عبادات نفعها متعدي. العبادة القاصرة مثل أنك تصلي أو تقرأ القرآن، هذه لك أنت، عبادة عظيمة ونافعة لكنها لك وحدك. لكن في عبادات، في أعمال، هذه بعد توفيق الله جل وعلا تنفع من حولك، تنفع الآخرين. ولذلك إذا كانت هذه العبادة، هذا الخلق يتعدى أثره إلى الآخرين، فإن لك بذلك أجر عظيم، وهذا ما نبحث عنه. أتدرون ما هو أيها الإخوة؟ إنه السبب بعد توفيق الله جل وعلا في حماية الأسرة، إنه السبب بعد توفيق الله جل وعلا في البعد عن الشر، إنه السبب بعد فضل الله وتوفيقه في أن يوقف الإشكال وأي نزاع وأي خلاف وأي غضب وأي مشكلة. طبعا ستقولون ما هو هذا؟ إنه الصبر. الصبر أيها الإخوة على أي أمر،
الإنسان مستحيل أن يرضى، مستحيل أقول أن يرضى خلقا من الناس كلهم، كل شيء ترضاه من فلان مهما كان ستجد في فلان هذا نقصا، وفي فلان تلك عيبا، وفي فلان الآخر تقصيرا. فإذا تعالج ذلك بالصبر، وإذا كان الأمر بهذا الشكل فلا بد أن تتذكر أن كل إنسان عنده نقص، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فإذا وجد عند بعض المعايب اصبر عليه وتحمل. أنا أسأل الإخوة الأزواج الآن، كم مرة جيت وما لقيت مثلا الوجبة جاهزة، أو وجدت مثلا بعض الأمور كذا نحن نعاني منها، كم مرة دخلنا وانفعلنا وتكلمنا وربما أسأنا، نسينا خلق الصبر، نسينا أن نتمثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة تحتاج أمر من الأمور، تحتاج مال، تحتاج بضاعة، تحتاج شيء، فلا تصبر وتنفجر وتغضب، وربما خرجت إلى بيت أهلها، وربما وربما لا آخره، نسيت خلق الصبر. فإذا نحن تذكرنا هذا الخلق العظيم فبإذن الله عز وجل سنعيش حياة وئام كما هي هذه الجمعية المباركة، حياة هناء، حياة سعادة، وهذا ما نبحث عنه. كم مرة يعني هناك بعض القصص التي تذكر أنه الإنسان قد يرتب يعني يفسد بتصرف يسير، يعني خطأ بسيط بتقدير الله جل وعلا لو صبرت عليه انتهت المشكلة وزال الأمر، لكن بمجرد أن يكون عليه ردة فعل عنيفة أو سيئة في غالب الأمور تستمر المشكلات عليه. ويضربون مثل بمن انسكب جزء من مثلا قهوته أو شاي على ثوبه فانفعل وغضب وطرق الطاولة وربما كمل كب الأمور، لكن بعد تقدير الله جل وعلا لو صبر واحتسب واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه بإذن الله عز وجل سيقطع هذه المشكلة، سيحجمها، سيجعلها عند قدرها وحجمها الطبيعي الذي ينبغي أن نسعى إليه دائما. تذكروا الترياق العظيم الصبر في أي أمر، تذكر الصبر حينما حتى في أمر العبادة يا أخوان، حينما نريد أن نعبد الله جل وعلا نحتاج إلى مجاهدة وصبر. ولذلك تقول العرب النصر صبر ساعة، لكن اللي ضد الصبر العجلة، تسميها العرب إيش؟ العجلة أم الندامة. ولذلك تذكر وتذكري المواقف اللي ندمت عليها، إيش كان السبب فيها؟ الاندفاع بمعنى آخر عدم الصبر، الاستعجال بمعنى آخر عدم الصبر، لكن لو صبرت وتحملت فإنك بإذن الله عز وجل ستقطع هذه المشكلة وستنتهي عند حدها. أنا متأكد أن بعض الإخوة والأخوات الآن إيش يقول يا أخي تعبنا من الصبر وتحملنا كثيرا، وأقول أنك كل ما تصبر تؤجر، كل ما تتحمل أكثر تؤجر. أنت يعني بالمناسبة يا أخي ويا أختي، كل ما تصبر ترقى درجة في الجنة، كل ما تصبر تصل لمنزلة أعلى في الجنة، وستصل بإذن الله عز وجل إلى أعلى درجة، لأن الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصور هذا الفضل الإلهي العظيم، هذا الكرم الرباني إذا صبرت. الصبر على إيش؟ الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله، الصبر على ما يحدث من الزوجة، الصبر على ما يحدث من الزوج، الصبر على ما يحدث من الأب، الصبر على ما يحدث من الأبناء. اصبر وستكون سعيدا ثقة بالله، وهذا وعد منه جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تدعوكم الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية وئام لحضور حفل الزواج الجماعي الثاني بالمنطقة الشرقية، وذلك يوم الأحد 29 من شهر شوال لعام 1433 للهجرة في الساعة 9 مساء. بقدومكم تكتمل فرحتنا.
يوم جديد يوم جديد. حياكم الله أعزائي المشاهدين ومتواصلين معكم في حديثنا الماتع مع القارئ الشيخ أنس العلي في حديث عن الإمامة ما لها وما عليها. حياك الله. حياك الله. متواصلين معكم. الله يبارك. أيضا في الحديث حول يعني الدور أيضا الإيجابي لإمام المسجد، وكان الحديث اللي توقفنا عنده نموذج عن جامعكم في قضية الجانب النسائي. أنا أقول يعني كما ذكرت الأختم عبد الرحمن، حتى كيف تستطيع المرأة أن تجند نفسها لحفظ القرآن الكريم عبر المسجد؟ يعني بحمد من الله سبحانه وتعالى، تعرف أن جمعية تحفيظ القرآن أقامت مدارس لتحفيظ القرآن لأخواتنا النساء، وحفظ عدد كبير ما شاء الله من أخواتنا النساء القرآن وبإتقان، ولله الحمد والمنة. لكن يبدو لي أن الأخت عبد الرحمن تسأل عن ماذا يعينها على المراجعة. يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فمهما كان الإنسان مشغول بإمكانها أن يراجع وأن يخصص له وقتا للمراجعة، ولا سيما يعني كالأخت عبد الرحمن لديها أطفال وبيت ومسؤوليات، لكن لا تخلو من طريقة للمراجعة. يذكر يعني أهل الحفظ وأهل القرآن أنه يا ليت الأخت عبد الرحمن أو غيرها من الناس لو تراجع في الصلوات وفي النوافل، هذه فرصة للمراجعة. يعني بعضنا يقرأ كل يوم مثلا قصار الصور متعود عليها، لكن إذا أراد أن يثبت مراجعتها أو تثبت هي مراجعتها فلتقرأ في النوافل، وهي طريقة مجربة وتثبت الحفظ. أيضا من الطرق التي يعني تستطيع أن تسمع، يعني تحضر شريطا للجزء الذي تريد أن تراجع فيه، يعني تشغل هذا الشريط وتستمع إليه وهي في المطبخ. فبالتجربة وكما تعلم يعني لو تستمع إلى شريط بكثرة في السيارة تجد أنك تلقائيا تحفظ هذا. وهناك طرق كثيرة يعني يمكن أن ترجع إليها ولن تعدم من طريقة بإذن الله عز وجل. هل 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 من مواقف مؤثرة يعني حصلت كان عندكم في المسجد أو من يعني ممن تعرفون من الأئمة؟ تحصل مواقف مؤثرة للإمام ولي لو نأخذ موقف من حوله. يعني لو أخذنا موقف كذا سريعا. طيب يعني يمكن أقرب موقف مر علي وهو يؤثر صراحة كثيرا، إذا كان بينك وبين جماعة المسجد ألفة وتحاب بفضل من الله سبحانه وتعالى، إذا فقدت أحد جماعة المسجد بوفاة قدرها الله عز وجل عليه، وكان هذا الإنسان حريص على الصلاة وعلى حضور المسجد وعلى المواظبة على الصلاة، صراحة هذا من أكبر المواقف التي تؤثر في الإمام. مر علي موقف في السنة الماضية، أحد جماعة المسجد ابتلي بمرض خطير، نسأل الله عز وجل أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، ابتلي بمرض خطير. فأكثر ما أثر فيني كنت أعلم مكانه الذي يجلس فيه، فكان كل فترة يعني يؤشر لي ويقول يا شيخ أنس لا تنسانا من دعائك، يا شيخ أنس لا تنسانا من دعائك. فلما توفي يعني أثر فيني ذلك الموقف تأثيرا في خطبة الجمعة، أتلمح مكانه الذي كان يجلس فيه، أتذكر كلماته وهو يقول لا تنساني من دعائك، وأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمة منه وفضله. لو يعني ختمنا شيخ والحديث ماتع حقيقة بتلاوة منكم لآيات الذكر الحكيم في ما يكفي لدقيقة. دقيقة. جزاك الله خير. يعني ثلاث آيات أربع آيات إن شاء الله كنا نختم بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فتح الله عليك شيخ، صلى الله عز وجل ينزلك الأجر والمثوبة. في ختام هذا اللقاء نشكر لفضيلة الشيخ أنس العلي إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحي المزروعية بالدمام حضوره ومشاركته معنا، والحديث ماتع عن الإمامة ما لها وما عليها، والشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة لمتابعتكم لنا في هذا البرنامج، برنامج يوم جديد ومع يوم متجدد آخر ولقاء متجدد آخر ويوم جديد ليوم غد الأحد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية توليب إن سي فيو، الخبر راحة لا متناهية، خدمات فاخرة، توليب إن سي فيو، الخبر من الخبر إلى البحر. نتنفس الإشراق فيه ونستزيد ونجوب موعده الثمين بما يفيد، نحيا به أملا وإحساسا جديد، يوم جديد، يوم جديد.